هناك الكثير من الكتاب والمؤلفين يعني هاجموا بشكل أو بشكل آخر قضية خروج سيد الشهداء في نهضة المباركة على يزيد في ذلك الزمان. يعني إذا تحبنا أن أذكر لك بعض ما كتب في هذا المجال، يعني أحد الكتاب كان يقول بأن خروج الإمام كان خروجا لا ينسجم مع طبيعة شخصية الإمام، وبالتالي يعني كان يقول أن بذلك الشكل المحزن انتهت هذه الواقعة، هو يقصد كربلاء، التي أثارها عدم الأنات والتبصر في العواقب. فإن الحسين عليه السلام رمى بقول مشيريه جميعا عرض الحائط وظن بأهل العراق خيرا، وعلى الجملة فإن الحسين أخطأ خطأ عظيما في خروجه هذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف. وفي موقع آخر نفس الكاتب يقول بأنه كما أنه لا بد أن تكون هناك أسباب حقيقية لمصلحة الأمة بأن يكون هناك جور لا يحتمل وعسف شديد ينوء بالناس حمله، فإن الحسين خالف يزيد وقد بايعه الناس ولم يظهر منه ذلك الجور والعسف عند إظهار هذا الخلاف، وبالتالي فهو يشكك في الأسباب الحقيقية التي انطلق منها سيد الشهداء في خروجه على يزيد. فهل فعلا كما يقول هذا الكاتب أن نهضة سيد الشهداء لم تكن لها أسباب واقعية وحقيقية؟ شوفوا، هذا النوع من الطرح مبني على فكرة. هذا النوع من الطرح هو شنو بيقول؟ يقول أن هذا الشخص، أن الحسين عليه السلام كان يستهدف إسقاط الحاكم وتأسيس حكومة إسلامية. طيب، هذا اللي نفيناه احنا فيه جواب السؤال الأول. هو لا، فيقول هو يقر، فهو يبني على هذا. نعم. وبالتالي يكون الحسين عليه السلام أخطأ في التقدير ولم يأخذ بنصيحتي اللي أشاروا عليه. نعم. هو هاي النتيجة الطبيعية لهالنوع من التفكير، ملاحظ؟ بينما الذي نقوله نحن أنه لو كان هذا الكلام صحيح، نسأل أسئلة، طيب لماذا لو كان هذا الكلام صحيحا لماذا خرج الحسين عليه السلام، عفوا، لماذا لم يرجع الحسين عليه السلام بعد بلوغ خبر قتل مسلم بن عقيل عليه السلام؟ إمام الحسين عليه السلام في طريقه وصل له خبر أن أهل الكوفة غدروا بمسلم. نعم. طيب هنا الحسين عليه السلام ليش ما رجع؟ نسأل سؤال، يعني نسأل هذا الكاتب. نعم. لو كان كلامك صحيحا فلماذا يكمل الحسين عليه السلام؟ أيضا نطرح سؤال ثاني، يعني أبين أن سيرة الحسين لا تتناسب مع هذا النوع من التفكير. نعم. ثانيا، هل يعقل أن الحسين عليه السلام ما كان ملتفت إلى غدر أهل العراق وهو الذي عاشرهم مع أبيه عليه السلام؟ نعم. فكيف يتصور أحد أن الحسين عليه السلام، وكهل يتصور الحسين عليه السلام غير ملتفت لغدر أهل العراق مع تنبيه الناس له، مع تنبيه بعض الأشخاص له، وخصوصا أن الحسين عليه السلام أجاب بعض هؤلاء الذين يعني كلموا مثل عبد الله بن الزبير. نعم. قال له أنا رايح يعني إلى الشهادة، يعني في ضمن جوابه لي قال ما أريد أن أنقل بالمعنى. يقول الإمام الحسين عليه السلام قال لابن الزبير أنه لا يريد أن ينتهك حرم الله عز وجل اللي هو المكة، في مكة. نعم. أن يقتل الحسين في مكة، فإذا هو ضامن أن كان الأمر بأن اقتلوه ولو كان معلقا في أسار الكعبة. إيه، وبالتالي هو لازم يخرج، هو سواء بقي أو يعني النقطة الأساسية اللي بينبه عليها أن الحسين عليه السلام ملتفت أنه هو في معرض القتل والشهادة، ملاحظ النقطة، وهذا مقال قوله إن شاء الله أن يراني قتيلة. أحسنت. فمو بالصورة التي يتصورها الكاتب من أن الحسين عليه السلام باني أنه أهل الكوفة يوقفون معه وكل شيء والأمور على خير ويسقط الحكم الظالم. نعم. وينتهي الأمر. طيب، طيب. الأسباب الحقيقية، إذا بنوضح الأسباب الحقيقية لخروج سيد الشهداء في نهضة المباركة، حلو، ما هي الأسباب؟ هني يعني نحط نقاط، تمام، باختصار جدا. نعم. النقطة الأولى، الحسين عليه السلام الركن الأساسي في حركته عدم بيعة يزيد وليس إسقاط يزيد. شنو الفرق سيدنا؟ في النهاية هو في عدم البيعة هو يؤلب الناس على هذا الحكم، ولو بس عملية البيعة كانت تسبب مشكلة، تسبب تشويه للدين. لاحظ معي هني عندنا في زمان يزيد، في طبعا زمان معاوية بن أبي سفيان، كان مسألة صلح بين الحسن عليه السلام ومعاوية،
استمر هذا الصلح والحسين عليه السلام جرى على مقتضى الصلح إلى أن توفي معاوية، وأراد معاوية أخذ البيعة من الحسين عليه السلام قبل وفاته لكنه توفي، ثم طالبها يزيد. النقطة المهمة في هذا المسار، الصلح لا يعطي اعترافا بمشروعية الآخر. فرق بين الصلح وبين المبايعة. نعم. ولو تضمن الصلح بيعة، بيعة التزام، لكن فرق بين صلح ومبايعة. النبي صلى الله عليه وآله عندما صالح المشركين في الحديبية هل أقر على شركهم؟ لا طبعا. كذلك نقول الحسن عليه السلام عندما صالح معاوية هذا لا يعني اعترافا بالنظام الذي يبني عليه معاوية. هذه نقطة مهمة، فهذا صلح. الآن يراد من الحسين عليه السلام أن يبايع يزيد مو كمصالح، كمقر بهذا النظام. نعم. لو كان أن يزيد يقول له أنت خلك وأنا مستمر، قد الحسين عليه السلام صار ما يخرج من المدينة، لكن كان يزيد مصر على أخذ البيعة. فالحسين عليه السلام ذهب أولا إلى مكة، وبعد ذهابه إلى مكة جاءته الكتب من العراق، وهنا الحسين عليه السلام يجد أن يزيد مصر على أخذ البيعة منه لا محالة. فإذا بقي في مكة راح يسبب شنو؟ هتك حرمة مكة، حرمة الحرم. نعم. فالحسين عليه السلام لا يجد خيار غير الخروج للعراق. لا، مو من باب أن الخروج للعراق سوف يسقط الحكم الظالم، بل لأن هذا هو أفضل خيار ممكن في هذا الحدث. ملاحظ النقطة؟ الأساس هو عدم البيعة. ويؤكد هذا أن الحسين عليه السلام عندما ذهب إلى 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 عندما وصل الخبر في قتل مسلم أكمل الطريق وأراد الذهاب إلى الكوفة حتى أن الحر بن يزيد حيده. نعم. حيد الحسين عليه السلام وجعله على جانب ومنعه من الذهاب إلى الكوفة، لكن هناك شنو قالوا له؟ قالوا له تبايع. قال لا ما بايع. في ضمن الأحداث إن هم يبون ينزل على حكم ابن زياد ويبايع يزيد، الحسين عليه السلام رفض فصار القتل. وإلى الحسين عليه السلام قال خلوني أروح أي بلد، أروح أي مكان. نعم. ولكن ما يبايع. فأقول العنصر الأساسي اللي نشوفه محفوظ في كل سيرة الحسين عليه السلام هو عدم البيعة. هذا إذا أردنا أن نفهمه نجد أن البيعة كانت في الواقع تعطي مشروعية للنظام، لنظام الحكم الفاسد. نعم. هذه النقطة المهمة جدا. فهذا العنصر الرئيس، هذا السبب الأساسي. نعم، بعض التصرفات بمقتضى الظروف التي تتوفر أحيانا، فالخروج للعراق كان أفضل خيار ممكن بالنسبة للحسين عليه السلام لأنه هو يستشهد، ولكن يمشي في هذا الطريق، هو في طريق في إقامة حجة، في تنبيه لبعض الأمور وهكذا. نعم. إذن هذا هو السبب. هذه نعم. ويأكد لك وأكد لقطة، إمام الحسين عليه السلام قال شيئا أثناء خروجه من مكة إلى محمد بن حنفية، والرواية صحيحة. نعم. يقول من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. لم يدرك الفتح. شو يعني الفتح؟ من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، يعني الشهادة هي الفتح. الشهادة هي الفتح، وبالتالي الحسين عليه السلام كان يعتبر استشهادة فتحا ويغير الحسابات. طبعا الفتح فتحا باستشهادة. باستشهادة. ليش؟ شوفوا شنو الفرق بين الانتصار والفتح. الفتح يترتب عليه نقلة نوعية، لأن لما الحين نقول مثلا فتحت مكة، يعني مو بس انتصرنا على المشركين، يعني سيطرنا على أرضهم. نعم. الله عز وجل سمى صلح الحديبية فتحا مع أنه ما صار سيطرة، لكن صار اعتراف بقوة الإسلام. إسلام خلاص صار رقم في الأرض، في الجزيرة العربية، بعد لأن قريش صالحت المسلمين. نعم. في صلح الحديبية، فالله عز وجل قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سمى صلح الحديبية فتحا. الحسين عليه السلام سمى شهادته فتحا. شنو المقصود بالشيء هذا لما يسميه فتح؟ لأن استشهاد الحسين يترتب عليه نقلة نوعية في العقيدة وفي الرؤية. كيف يعني؟ بعد شهادة الحسين عليه السلام النظام الحكم اللي مو مبني على طريقة أهل البيت عليهم السلام نظام غير معترف به من قبل هذه المدرسة. نعم. من قبل مدرسة أهل البيت. هذا فتح. ليش؟ لأن صار كيان التشيع استقر الحين. قبل كان كيان التشيع ممكن يدخل
في الاتجاه الآخر بعدم الاعتراف الواضح. نعم، صار موقف لا يقبل التبرير. أنت قد تقول الحسن لا بايع الإمام علي رتب الأمور كذا، تقدر تمشي الأمور، لكن مع الحسين عليه السلام انحسمت، ما تقدر ترجع. شنو بتقول؟ قتل استشهد، شنو بتقولون؟ شنو واحد يبي يقول ومع أهله وبهالطريقة البشعة؟ فهني صارت المسألة نقلة نوعية في التعامل مع الموضوع. ما أدري وضحت الفكرة؟ واضح. هذا فتح واضح، وهذا هو الهدف الأساسي. إذن هو الفتح هو الهدف الأساسي. نعم، الفتح العقائدي. نعم، بالصورة اللي بينه، لأن لو بايع، لاحظ نقطة، لو كان مبايع يهدم كل جهود علي والحسن عليه. نعم. السلام. طيب سماحة السيد، هذا إشكال آخر يثار حول سيد الشهداء عليه السلام في خروجه على يزيد في ذلك الزمان، خصوصا وأن الإمام مثل ما تفضلت بأن الإمام يعلم علم اليقين بأنه خارج إلى الشهادة. نعم. وبالتالي هذا يخالف صريح نص القرآن بعدم الرمي، رمي النفس في التهلكة، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبذلك يكون الإمام الحسين عليه السلام خالف نص القرآن وذهب إلى الشهادة وهو يعلم علم اليقين أنه مقتول. حلو. طبعا هذا مبني على توهم غير صحيح. أولا إلقاء أو قتل النفس ولا تقتلوا أنفسكم، أو إلقاء اليد بالتهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو قلنا أن تشمل إهلاك النفس، لو قلنا بذلك، هذه في النهاية لا تشمل موارد الشهادة في سبيل الله. بمعنى الآن إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار، الآن عندك جعفر بن أبي طالب، نعم، غزوة مؤتة، الكفار النصارى كان عددهم كبير جدا. شنو سوى جعفر؟ جعفر أول ما نزل المعركة قتل الفرس ماله حتى يبين أنه مكملين، لا رجع، ما في رجع خلاص، كان يدري قتل، وعبد الله بن رواحة قتل، وزيد بن حارثة كلهم قتلوا، واضح. ثم بعد ذلك تراجع المسلمون تراجعا، الشواهد الأقوى مو انتصار بحسب النقل التاريخي. كان مفترض يستمرون. النقطة اللي بيوصل لها من المسألة إن الحكم الشرعي اللي عندنا في حال القتال، في حال القتال إذا كان عدد الكفار أكبر من عدد المسلمين إلى الضعف يجب القتال حتى لو تعلم أنك تقتل. نعم. ملاحظين؟ هذا في خصوص الكفار؟ نعم، في الجهاد أتكلم. في الجهاد. فبقول هل هذا إلقاء بالتهلكة؟ إذا قلت هل نعم، هذا ينطبق على موقف سيد الشهداء؟ لا ما ينطبق تماما. بس أنا أبي أبين الفكرة أن إلقاء النفس في الهلاك مو مطلق، بحيث ما يشمل موارد الجهاد في سبيل الله ورفع أمر الدين. كذلك أمر الحسين عليه السلام، بما أن الغرض كان إعلاء أمر الدين والحفاظ على العقيدة، فحينئذ تكون شهادته شهادة في سبيل الله، يعني في طريق الله، تفتح الطريق للناس. إذا كان مثل هذه الشهادة فإلقاء النفس بالتهلكة ليس محرماً.